كلمني في التليفون. حسن حمدي. هو مؤدب جدا ومهذب جدا جدا جدا. حسن حمدي اللي هو وكيل الأهرام للإعلانات. رئيس الوكالة. رئيس الوكالة. ومحمود خطيب النائب بتاعه. قال لي يا سيادة المستشار أنا عايز أبعت لك هدايا رأس السنة. شكرا يا كابتن مفيش مشكلة اتفضل. فأنا قفلت من هنا افتكرت إن احنا في شهر إيه؟ إبريل. لسه بدري على رأس السنة. لا رأس السنة فات. شهر 12. رأس اللي فات مش اللي جاي كمان. طيب. هدايا بأثر رجعي. فجبت دكتور أمير الرفاعي كمدير النادي وكابتن ياكل حسين كان نائب مدير النادي. قلت لهم هو تجديد العقد مع وكالة الأهرام إمتى؟ عقد الرعاية. قالوا لي بقى 3 أسابيع. فجت لي الهدايا قلم ذهب ولاعة ذهب موبايل أول مرة اللي هو كان أول مرة بالكاميرات ده. فجبت الاثنين كابتن ياكل وجبت أمير رفاعي. اكتب يا ابني كابتن حسن حمدي رئيس وكالة الأهرام للإعلام. وصلتني هديتك أقصد رشوتك. أقصد رشوتك. لو كنت أرسلتها لي بمناسبة رئيس النادي الأهلي كنت قبلتها وأرسلت لك هدايا مني رداً على هديتك. رأس السنة مضى عليه 4 أشهر. هذه الرشوة بمناسبة تجديد عقد الرعاية. خد الجواب ياكل حسين ووداه. فالسكرتيرة قالت له إيه؟ سكرتيرة الوكالة حسن حمدي هو وكيل النادي بتاعك وعبيط؟ ده احنا بعتنا للدكتور كمال وغير كمال. دكتور كمال مين؟ درويش. تلفزيونات وتلاجات تلف الايام وتيجي الايام ويتقبض على مين؟ مين؟ حسن حمدي في قضايا هدايا الاهرام. طلع فيها بكفاله 2 مليون جنيه ويدوروا على الاسماء يلاقوا الجواب بتاعي موجود والوحيد اللي في مصر ما فيش حد ما خدش. حد تقصد من الأندية ولا غير الأندية؟ مفيش حد في المسؤولين ما خدش. مسؤولين في الأندية؟ حتى رئيس الجمهورية. بس من وين التمويل هذا القوي اللي هدايا؟ الوكالة بتكسب ملايين مليارات. إيه بس أنا رئيس جمهورية مش هبعث له قلم هدية ده. لا ومين قال لك بقى بيبقى هدية؟ أنا ما أعرفش الهدية. لكن أنا أعرفه إن في القضية بتاعت هدايا الأهرام إن السيد الرئيس في الوقت دول شاف مين اللي استلمها كان زكريا عزمي وقال له راجع الحاجة. ده قضية كبيرة. اتحبس فيها حسن حمدي ولما اتحبس بقى أخلاق الفرسان. طلعت مع أحمد موسى بيسألني على القضية قلت له لا حسن حمدي محتاج دلوقتي هو أسرته اللي يطبطب عليه اللي مش يمسك خنجر يضربه في ظهره ده محتاج اللي يطبطب عليه. حسن حمدي لما يطلع بينه وبينه مشكلة بينه وبينه منافسة بينه وبينه معركة لما يبقى في الشارع. طبعا أنت رفضت الهدية واللي خدهم يكن رجع للبنت قالت له ده بقى البنت بقى السكرتيره دي من اللي اتقبض عليهم في القضيه قضيه هدايا الاهرام. قضيه كبيره جدا مشهوره. حسن حمدي قعد في الحبس فتره صغيره بس عشان ده النادي الاهلي اخلى سبيله ب 2 مليون جنيه.